حد فاكر حاجه في الباينري سيرش تري؟ الباينري سيرش تري كم واحد فاكر ال البيج او بتاع اغلب الاوبريشنز؟ يعني انسرشن مثلا في الباينري سيرش تري كام؟ البيج او بتاعه ايه؟ تمام. والديليت، ولو ديليت حاجه ايه بالظبط كده بيقولوا لوج ان برضو. اغلب الاوبريشنز اللي موجوده في الباينري سيرش تري بتبقى لوج ان، صح كده؟ والباينري سيرش تري ميزتها اللي هي لو هي بالانسد، لو انت عامل بالانسنج الكيس بتاعتها وانت ما خدتوش الموضوع تعمل ازاي، بس في تريز امبلمنت بحيث لما تيجي انسرت حاجه تري بالانس نفسها لو في تشين اكبر من تشين ثانيه. الكلام ده ريليفنت بالنسبه لكم ولا حد فاهم يا بوبي؟ تمام. زي مثلا لما بيجي نعمل بوش باك في الفيكتور، الفيكتور المفروض ان هو بيبقى كاباسيتي معينه، لما باجي اعمل بوش باك فيه ايه اللي بيحصل لما بيكون مليان؟ بيريسايز نفسه، بيدبل السايز وينقل الداتا القديمه في الداتا في المكان الجديد، صح كده؟ فكل فين وفين بيعمل الاوبريشن الكوست بتاعها عالي، بس اغلب الاوبريشنز الباقي اللي بيعمل فيها بوش باك بيبقى الكوست بتاعه او اوف 1، وبالتالي اون افريج بيبقى البوش باك بتاعه ايه؟ او اوف 1. نفس الكلام على الباينري سيرش تري اللي هي البالانس. لو انا بانسرت البالانس باينري سيرش تري وهي بتبالانس نفسها كل انسرشن، فكل ما بعمل انسرشن هي الانسرشن بيبقى الكوست بتاعه لوج ان، فين وفين لما بيجي يعمل دي بالانسنج بياخد كوست اعلى، بس اون افريج الكل بيبقى ايه؟ بيج اوف ان. تمام؟ بقول الكلام ده ليه؟ لان الباينري سيرش تري بتجارانتي انك انت اسوأ حاجه هتحصل لك بيج اوف ان. تمام؟ فانت دايما متوقع ان الورست كيس بتاعتك بيج اوف ان. تمام؟ النهارده المفروض هنعرف تكنيك جديد اسمه الهاشنج. ما اعرفش كام واحد في حضر المحاضره. ايه الميزه الاساسيه في الهاشنج؟ ايه بالظبط كده؟ هي دي الميزه الاساسيه، ان انت بتعرف تعمل اندكسنج بالهاشنج بو فون. المفروض انتوا كلكم استخدمتوا الماب دي، صح؟ اللي هي الاس تي ال، اغلبكم استخدمها او نقلها، يعني مش عارف، بس هو اغلبكم في الريبورت اضطر يستخدمها. تمام. الماب دي بتعمل ايه؟ بتماب كي تو افاليو، صح كده؟ الماب دي مكتوب هنا ان هي بتستخدم باينري سيرش تري. تمام. يعني هي بتنظم الكيز جواها باينري سيرش تري. في حاجه ثانيه في الاس تي ال ما اتكلمناش عنها خالص، اسمها ان اوردرد ماب. نفس الكلام برضه، بتربط كي بماب، بتربط كي بفاليو. بس الميزه هنا ايه؟ الميزه هنا في الجمله دي ان الان اوردرد ماب فاستر بكتير، اسرع بكتير قوي من الماب لما تيجي تاكسس حاجه. لو انت عايز تقول الحاجه دي موجوده او الفاليو بتاعتها بكام، الان اوردرد ماب تبقى اسرع. طب ليه مع وجود ماب وان اوردرد ماب، يعني ليه قلنا الاوردر ماب دي اسرع في الاكسس، اسرع في السيرش، اسرع في الانسرشن، اسرع في الكلام ده كله، ليه الثانيه موجوده؟ ليه الماب موجوده؟ الان اوردر ماب دي هي اللي هناخدها النهارده، اللي هي الهاشنج. تمام؟ وبالتالي لو انت عايز تمبلمنت اي حاجه بالاس تي ال والحاجه دي تحتاجك تعمل سيرش او تعمل انسرشن او تعمل بليت من بس ده اللي انت عايز تعمله، يبقى الان اوردر ماب هيبقى اختيار احسن بكتير قوي من الماب، لان الاكسس فيها او فون. تمام؟ وبالتالي لو حد يفتكر السؤال بتاع الريبورت بتاع الاس تي ال اللي هو كان فيه داتا بيز وبعد بالاسامي بشوف الاسم ده اتكرر كام مره، بالماب كان البيج او بتاعه عامل ازاي؟ حد يقدر يقول؟ انا ممكن تعمل ايه؟ الحل بتاع السؤال ده كان ايه؟ حد فاكر اصلا بتكلم في ايه؟ ولا الموضوع صعب؟ كنا بنعمل كاونتر، نقول انا شفت الاسم ده قبل كده كام مره. تمام؟ وبالتالي انا عندي الكيس كام واحد بعدد الاسامي اللي موجوده، وبعد بعكس الماب دي كام مره بعدد الاسامي اللي جايه لي في الانبوت كله، فيبقى الكوست الكل ايه؟ عدد الاسامي اللي هو ان لوج ام اللي هي عدد الكيز. تمام؟ لو كنت استخدمت هاش اللي هي ان اوردر ماب، اللوج ده ما كانش هيبقى موجود، كان هيبقى الحل بتاعي بيج او اوف ان اللي هو عدد الانبوت اللي جاي بس. وبالتالي الهاشنج ده بيستخدم بشكل مش طبيعي، يعني اغلب الناس تقول لك الهاشنج ده اول حاجه تفكر فيها في اي حل لمسائل داتا ستراكشر. تمام؟ هو المفروض ان احنا كنا بناخده اندبس شويه، بس هو الدكتور يعني مش مغطى تفاصيله، سؤال بيجي في الامتحان بيجي حاجات خفيفه قوي يعني. انا بس بقول كده عشان انتوا محتاجين بعد النهارده ترجعوا في البيت ايه؟ تذاكروه كويس يعني. ايه؟ لان وانت بتنسرت في الهاش او انت بتفاليديت حاجه من الهاش، البيج او بتاعك ايه؟ انت عندك اهو عندك ان اسم احمد، دول اللي جايين لك في الايمو. فانت في الماب كنت بتعمل ايه؟ بتجيب الكي وجنريت ايه؟ كي ماب كده احمد قدامه واحد، صح كده؟ وكل لما يجي لك اسم جديد بتحط الكي بتاعه هنا والاسم قدامه. المفروض ان في الاخر هيبقى عندك كام كي؟ ام كي اللي هم عدد اسامي الناس اللي جات لك اليونيك. تمام؟ وهيدخل لك كام انبوت؟
ان فانت هتعمل كام اوبريشن انت كل مره هتقول هو احمد موجود طب زود عليه واحد وحطه فانت كل مره بتعمل لوج ام الكود بتاعك لوج ام صح انك ممكن يبقى فيها 3 لوج ام بس انت بتشوف الاليمنت موجود ولا لا ولو مش موجود بتجيبه وتزود قصدي لو موجود بتجيبه وتزود عليه واحد بعد كده تحط ثاني فاهم فهقول عندك 3 لوج ام بس احنا عشان نجيب البيج او ايه مالناش دعوه بالكونسنس وعندك كام مره هتعمل الاوبريشن دي ان مره تمام واحنا ما دام بنجيب ابر باوند احنا مثلا ممكن حد يقول لنا في الاول خلاص الماب كانت فاضيه فانا مش ام انا 1 2 3 4 بس احنا لما بنيجي نجيب البيج او بنجيب الابر باوند بنجيب سقف فعادي لو احنا قلنا ان هي اعتبر كل حاجه لوج ام تمام طيب لو انا بقى في الهاش الصوت حاضر هحاول اعلي واقول ايه اخبار كده ولا اصعد المايك احسن طيب في مزايا احسن من كده تمام بس احنا مش هنجو مش هنقف تفاصيل قوي للدرجه دي يعني تمام
ممكن نبدا على طول تطبيق سريع على الكلام ده. نشوف السؤال ده، ده رقم 10. حط يقرا كده ويقول لي الحلول المختاره. هو السؤال ده عن ملل، مش مرتبط بهاشم يعني، بس هو بيبيع عليك انت تسالينه دلوقتي. عايزين حل بيك اوف ان سكوير فاير، حد يقول لي حل بيك اوف ان سكوير. ماشي؟ تمام، ده اول حل. الحل اللي هو بيك اوف ان سكوير هعمل ايه؟ انا عايز رقمين مجموعهم ان، فانا هبدا امشي على اول رقم اعمل فيه ايه؟ اقف عنده كده واشوف بقيه الاري كله. هل في اي رقم في بقيه الاري لو جمعت الرقم ده الرقم ده جاب لي ان ولا لا؟ البيك اوف بتاع الكلام ده ايه؟ فور لوب جواه فور لوب. وعملنا على كده ديزاين كتير ان هي دي بيج اوف ان سكوير. طيب حل ان لوج ان. بس هي مش مترتبه. هترتب الاري الاول فيبقى ده كده جزء ايه؟ تمام، بعد كده تعمل ايه بقى؟ تمام، فكده ده الجزء بتاع الحل ده ان لوج ان، كان واحد مش واخد باله ان الحل ده ان لوج ان. السورتنج كلنا متفقين ان السورتنج تكلفته ايه؟ ان لوج ان. تمام، بعد كده ها الاريه بقى مترتب، فانا ممكن اقف عند اي اليمنت الاقي مثلا انا واقف عند ثلاثه وانا عايز تو اليمنتس مجموعهم 10، فاقول له باينري سيرش على السبعه موجوده ولا لا؟ الباينري سيرش نص بتاعها كام؟ لوج ان. فانا هعمل الموضوع ده كام مره؟ ان مره، هيبقى التوتال بتاعي كام؟ ان لوج ان. كنت عايز تقول حاجه يا محمد؟ كنت في حاجه مش فاهمها؟ طيب في حد مش فاهم اللي بقوله دلوقتي؟ طب الحل الهاشم بقى ممكن يدينا ايه؟ بس بالراحه كده بقى يعني بين الاكثر. ممكن حل يعني لهب شويه، حد عنده حل اسهل؟ بالماب برضه، احنا عندنا ماب دلوقتي. احنا دلوقتي عرفنا ان الماب اعرف اكسسها جوه في انطع. هل ممكن استغل حاجه زي كده؟ ان انا اعرف الموضوع ده؟ الكي الكي فاليو الرقم جاي لي 10 مثلا، احط 10 احطه قدامها اللي هي 50 ولا 10. تمام، بس مش احسن حاجه. لان انت عايز حاجه الكي هو الرقم والفاليو كاونتر. انا مش مهتم لو انا عندي 10 ابقى عارف انا عندي كام 10. انا مهتم لو عندي 10 ادور على الكومبلمنت بتاعها، صح كده؟ فانا ممكن حل، حد عنده حل هيقول حل. طب ممكن اعمل ايه؟ انا عندي ان رقم صح؟ اي رقم هشوفه هحطه. بس قبل ما احطه هعمل ايه؟ هقول هو الهاش لاقي فيها الكومبلمنت بتاعي ولا لا؟ لو انا مثلا دلوقتي واقف عند 10 وانا عايز اجيب رقمين مجموعهم 50 فهعمل ايه؟ انا عايز 10 فاقول هل ال 40 موجوده في الماب؟ كده البيج او بتاع الاوبريشن دي ايه؟ او فول صح؟ فهقول هل ال 40 موجوده؟ موجوده، يبقى كده انا جبت بير مجموعه 50 واحط ال 10 بتاعته، بعد كده اروح على الاليمنت اللي بعده لقيت 7 مثلا. فاقول هل ال 43 موجوده؟ بيج اوف 1. فانا كده همشي على الري كام مره؟ في كام اتريشن عاملها؟ ان مره. كل مره هعمل اوبريشن الكوست بتاعها كام؟ بيج اوف 1، وبالتالي انا كده الكوست بتاع الالجوريزم الكلي بقى كام؟ بيج اوف ان صح؟ عشان انا همشي على الري كله. فانا بقيت اعرف اجيب بير اللي هو تو اليمنتس مجموعهم ان عن طريق الهاشم. تمام؟ يبقى كده احنا هندخل معانا بقى في التول بوكس بتاعتنا ايه؟ الان اوردر ماب في الاس تي ال. الان اوردر ماب في الاس تي ال هي الدكشنري في البايثون، هي حاجه في الجافا بس مش فاكر اسمها ايه؟ يعني هي الحاجات دي كلها امبلمنتد، فانت في اي لغه تشتغل بيها هتبقى محتاج تعرف حاجتين. البي اس تي اللي هي الدكشنري امبلمنت، اذا بي اس تي اسمه ايه؟
والديكشنري اللي امبلمنت ذا هاش اسمه ايه عشان تعرف تستغلهم لما تبقى عايز تعمل اوبريشن بشكل معين. امتى تروح للماج ده؟ يبقى دلوقتي احنا كده الديكشنري امبلمنت طريقتين، طريقه منهم لوج ان وطريقه منهم اوفال. اروح للوج ان امتى او الماج اللي هي اس كي امتى؟ عايز في الاخر هريتريف الكيز بشكل مترتب تمام. انما الهاشنج او الان اوردر ماج هي اسمها كده ان اوردر ماج، فالدنيا بايظه خالص. نفس الكلام الفرق بين حاجتين في الاس تي ان تانيين ما قلناهمش برضه. السيت، السيت امبلمنتد از ا بي اس تي، والان اوردر سيت امبلمنتد از ا هاش تي تمام. بس فكره في ايه بقى؟ المفروض الماب اللي قدامك فيها كي قدامه فاليو، دايما في كي قدامه فاليو. السيت هي بتستور الكيز بس. السيت بتبقى عايزه ايه؟ ما يبقاش في تكرار، لو عملت انسيرشن للحاجه ولقيتها ما هحطهاش تاني. والسيت بتبقى عايزه ان انا ريتريف الحاجه واعدي على الحاجه الاوردر، عايز الف على الاليمنتس كلها اجيبهم الاوردر. احنا فاكرين لما نيجي انسيرت شويه اليمنتس في السيت ايه اللي بيحصل؟ لو عملنا انسيرت ودخلنا عليه خلاص جبنا الكلام اللي بيترتب تمام؟ الان اوردر سيت فيها ميزه الهاش 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 تيبل اللي هو ايه؟ حط البيج او 1 تست البيج او 1 ريت البيج او 1. بس مفيش فكره ان انا امشي على الاليمنت المترتبه. ما دام رحت الان اوردر ماج او الان اوردر سيت خلاص الترتيب راح خالص. في ميزه ثانيه ما اتكلمناش فيها في الباينري سيرش تري ان انا بحتاجها لما عايز اجيب اقرب رقم لكي معين. تمام؟ يعني انت مهتم بالارقام يعني لو انت قلت لك مثلا انت البي اس تي معاك هات لي اقرب رقم قريب من السته هتعمل ايه؟ هتسيرش على السته تمام؟ عندك حلين، يا اما هتلاقي السته فيبقى ده اقرب رقم للسته يا اما مش هتلاقي السته. لو ما لقيتش السته هتلاقي نفسك رحت بين رقمين، يعني مثلا انت كنت عند العشره فالسته اقل من العشره فقلت تمشي شمال او شمال بالنسبه لك لقيت الاربعه هتعمل ايه؟ هتخش يمين صح؟ ما لقيتش يمين يبقى العشره والاربعه هم اقرب رقمين للسته صح؟ يبقى انت وانت بتتحرك دايما لو اتحركت يمين فانت بتروح لرقم اكبر منك، دايما لو اتحركت شمال بتروح لرقم اصغر منك. لو انت ماشي في الباص تقدر تحدد اكبر اصغر رقم اكبر من سته واكبر رقم اقل من سته، تقدر تشوف اقرب رقم من سته. ممكن تجيب رينج من الكيس تقول هو ايه الكيس اللي موجوده من الرينج من 1 ل 100؟ هتعمل ان اوردر ترافرسل وتوقف مروحك بالشمال لما تقل عن 1 وتوقف مروحك يمين لما تقل لما تزيد عن 100 تمام؟ انا عارف الكلام ده ممكن تكونوا مش فاكرين تفاصيله قوي بس يعني هو اتقال قبل كده وتعرفوا ترجعوا له يعني. الخلاصه بس الماب بروح لها امتى؟ لو انا مهتم بالاوردر بتاع الكيس، لو انا مهتم ان انا ادور على اليمنت بكي معين قريب من رينج معين او عايز اشوف كيس في رينج معين تمام. اي حاجه ثانيه بروح لايه؟ للهاش اللي هي ان اوردر سيت او ان اوردر ماب تمام. السؤال احنا خليناه على فكره من شويه ده ما كانش هيبقى ان اوردر ماب اللي هو بتاع البير، عايز اجيب اليمنت عايز الكومبلمنت بتاعه مجموعه ايه؟ يعني هروح لايه؟ للست انا بس ما عنديش فاليو صح؟ انا عايز بس اقول ان ال 40 موجوده ولا لا؟ مفيش فاليو قدامها فانا هستخدم ان اوردر سيت مش هستخدم ان اوردر ماب. الناس كلها تمام معايا؟ الكلام ده ازاي بيحصل؟ هو الهاش الهاشنج او الهاش ماب او الهاش تيبل هدفه في الاخر ايه؟ ان انا اجي عند اي كي احاول اجيب اندكس بيج او فوق يعني في كونستنت تايم. عايز اخزن معلومات في اري لان اري في ميزه ايه؟ في ميزه ان انا بعرف اندكس الاليمنت دايركتلي. فانا عايز اقول احمد مثلا مكانه ايه؟ عايز عندي فانكشن اسمها هاش هاش فانكشن بتاخد احمد ده اول رقم اللي هو اندكس في اري، اروح للاندكس ده الاقي الكونتنت اللي انا عايزه تمام. فكل الهاشنج بيدور حوالين ايه؟ اختيار هاش فانكشن والامبلمنتيشن بتاع الهاش تيبل تمام. فاحنا هنشوف طريقتين للموضوع ده بس. هنأسيوم دلوقتي انا عندي حاجه اسمها هاش فانكشن او اتش فانكشن. هو الصوت بيروح ويجي ولا كويس؟ كله سامع؟ تمام ورا؟ طيب هفترض انا عندي هاش فانكشن مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي. الهاش فانكشن دي بتعمل ايه؟ بتاخد اي كي تحوله لاندكس. اي كي اي نوع كي. تاخد سترينج مثلا احنا كنا من شويه كنا بنقول ايه؟
عايزين ناخد رقم نريد العكس بتاعه او الكومبر بتاعه موجود في الاري ولا لا. لو انا قلت لك مثلا عايز اديلكم في اري فاعمل ايه؟ كل واحد يجيب لي اي دي مثلا او رقم دروسه. ارقام دروسه بدءا من حتى فاكر ارقام دروسه والباتر بتاعك عامله ازاي؟ انتوا ده صح في 33 رقمين كده صح؟ وفي ناس منكم ده ارقام فيبقى كده انتوا في الرينج ده كده صح؟ فانا ممكن اقول حاجه ظريفه، ممكن لو عايز اخزن معلومات عنكم اعمل ايه؟ اجيب رقم الجلوس ده واخد اول ثلاث ارقام منه يبقوا مين؟ يبقوا اندكس في الري. هحتاج اعرف الري كام اليمنت؟ 1000 اليمنت، لا مش بعدد 1000 اليمنت. عشان انا هاجي اقول لك انت رقم الجلوس الجاي هتقول لي 021 اعمل ايه؟ هروح على اليمنت رقم 021 اجيب التفاصيل بتاعته. ايه الابروش ده؟ بالظبط الميموري. لو انا بتكلم بقى على بدل ما بقول رقم جلوسه في الدفعه بقول عايز اندكس الناس اللي في مصر بالارقام بطايقهم. رقم بطاقه قد ايه؟ كام ديجيت؟ 13 تقريبا صح؟ فلو بتكلم بقى في الري هيبقى له طعم كبير قوي. قول فهمت؟ تمام. فيبقى كده ده اسمه دايركت ادريسنج. اللي هو ايه يعني ايه دايركت ادريسنج؟ لما تشوف الكلمه دي يعني اعرف انا قصدي كده. يعني دايركت ادريسنج يعني باخد الرقم اللي انت بتقولي ده واندكس بيه الري على طول. تمام؟ هكتبها هنا عشان الناس تبقى واخده بالها. دي يعني الكيوردز اللي ممكن تقابلوها في الامتحان فمهم تبقوا عارفينها يعني. فكلمه دايركت ادريسنج او 1 تو 1 معناها ايه؟ ان انا هيبقى عندي الكي رقم وهاخد الرقم ده زي ما هو او جاي حاطه كانس في الري. تمام؟ فده عيبه ايه قلنا؟ عيبه ان انا عيبه ان انا محتاج ميموري كبير قوي. تمام؟ فده مش حل كويس. ايه الحل الكويس طيب؟ ان انا هيبقى عندي هاش فانكشن. ايه الهاش فانكشن دي؟ فانكشن بتاخد الورد الورد اوف كيز. انا عندي الكيز دي ارقام مهوله مثلا ارقام الارقام اللي هي ارقام البطايق بتاعت المصريين. فانا هاخد الرقم ده واحوله لرقم صغير بحيث ينفع يبقى اندكس ازاي. تمام؟ طب تخيل لو انت كان الرقم بتاعكم كده كنت ممكن اعمل ايه؟ انا عندي ثلاث ارقام هنا. ايه الهاش فانكشن اللي ممكن تبقى متاحه هنا بحيث اجيب الثلاث ارقام اليونيك اللي بنميزهم؟ ده ابروتش بس انا بتكلم عن اللي فات. يعني انا دلوقتي مش هحتاج اللي فات كانت الثلاث ارقام اللي بتضربها على اليمين فاحتاج اعرف الري 1000 اليمنت صح؟ هنا انا متاكد ان كلكم صغيره ثلاث ارقام بس انا متاكد ان انتوا الماكسيمم بتاعكم 1000 برضه. فانا عايز احول الرقم ده من الرينج ده الرينج من 0 ل 999 اعمل كده ازاي؟ ممكن اقسم على 100. لو قسمت على 100 هجيب 3 ديجيتس بتوع اكتر بس ستيل لو انا الارقام الصغيره اكتر من كده شويه هيبقى ايه النظام؟ هيبقى عندي ازمه. فده لما اقسم الرينج اللي بتاعي ده رقم كبير قوي مش هينفع اعرفه. فبيبقى دايما الحل في الهاشنج ان انا احول الرقم لرقم اصغر. فانا عندي مثلا الارقام البطايق عباره عن كام؟ كام رقم؟ 13 رقم تقريبا. فانا هاخد ال 13 رقم دول عباره عن 13 ديجيت جنب بعض كده فانا هاخدهم ادخلهم على هاش فانكشن. الهاش فانكشن دي هتطلع لي فلنفترض 10000 رقم مختلف ده الرينج اللي ممكن تخرجوه لي. فلما تخرج لي 10000 رقم مختلف دول هيندكس بيهم فين؟ في الاريه اللي انا اعرفها. فالاندكسنج يبقى عامل ازاي؟ هيبقى ليه اوف 1. طب ما انا كده كل مره بيجي لي رقم بطاقه بدخلها على فانكشن معينه احسب منها اندكس معين صح؟ الفانكشن دي مش هي بيج او؟ البيج او بتاعها بتبقى بيج اوف 1. دايما بنختار الفانكشن دي بحيث تبقى يعني ايزي كومبيوت وما فيهاش كومبلكس خالص. تمام؟ طب حد شايف مشكله في المنظر ده؟ ايه المشكله الواضحه جدا؟ فايه اللي هيحصل؟ بالظبط كده. الازمه في المنظر ده انا دايما لو انا عندي 13 رقم مختلفين يعني كلهم بيتغيروا من 0 ل 9 همجهم ل 10000 رقم ايه اللي هيحصل؟ اكيد في ارقام هتيجي مع بعض
تخيل عندي مليون بني ادم كل واحد فيهم ليه 100 نمبر فحولتهم كلهم ل 1000 رقم مختلف اكيد ناس منهم هيروحوا لنفس الرقم اكيد كلهم واحد ده بيسموه بقى في الهاشنج كوليجن يبقى هدف الهاشنج فانكشن هي تقلل الكوليجن ده تمام فيبقى دلوقتي احنا عارفين ان انا عشان احول الرقم من الاي دي اللي عندي ده او اي حاجه عايز اندكس بيها حاجه معينه لاندكس على الريت لازم يحصل حاجه اسمها كوليجن سواء ان انا مثلا جالي سترينج حولته لاندكس او جالي رقم بحوله رقم الحاجات دي بتبان في ايه؟ بتبان في اي لابنج فانكشن تحتاجها مثلا انت جاي لك التليفون بتاعك واحد بيكلمك فرقم جاي لك دلوقتي فعايز تطلع لك مين بيكلمك هيعمل ايه؟ محتاج ياخد الرقم ويريد دي الكونتاكت بتاعك الكونتاكت اللي بيكلمك ده يقول لك اسمه كذا صح؟ انت جيت سيرش على اسم معين في الكونتاكت بيز بتاعك هتعمل ايه؟ هتكتب اسمه اول ما يكتب اسمه ايه اللي المفروض يحصل؟ يجيب لك الكونتاكت نفسه هو هياخد السترينج ويحوله لاندكس بتاع اري معين ويقول لك اهو ده اللي انت عايزه تمام؟ طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان انا عشان اطبق الهاشنج لازم يحصل كوليجن لا انا هاخد رينج كبير احول رينج صغير ازاي بهندل الكوليجن بقى ده في طريقتين في حاجه اسمها الـ او في تو ابروتش عامه يعني في حاجه اسمها اوبن هاشنج في حاجه اسمها كلوز هاشنج تمام الكلوز هاشنج ده بيقول لك ان الهاش تيبل بتاخد قرار اي حاجه هتيجي احطها في الهاش تيبل في مكان معين حصل كوليجن احطها في مكان تاني في نفس الهاش تيبل تمام ده عيبه ايه كده من البدايه الهاش تيبل ده بحجم معين ممكن يتملي لو انا عندي 1000 ايلمنت وهخزن فيه مليون ايلمنت بالكلوزد هاشنج تكنيك ده انا قلت لك لو لقيت مشكله قدامي هروح مكان ثاني احط فيها الايلمنت بس وبالتالي انا الماكس بتاع الايلمنت 1000 ايلمنت انا احطهم دول شايف اعلى تمام تعالى بص على طول الحل ده اول طريقه اللي هي الاوبن هاشنج اللي هي دي هيس ثاني اسمه سيرفيس تشين الطريقه بتقول ايه؟ بتقول انا الهاش فانكشن بتاعتي هتبقى مود لو افترضنا ان الهاش فانكشن اسمها رقم همول الرقم ده على رقم معين، المود مسته ايه؟ في الحلقه بتاعتنا هنا المودلس اللي هو الريمينجر يعني. ايه مسته؟ اي رقم هيدخل هيخرج في رينج معين صح؟ والرينج ده من الزيرو منتهي عند رقم ان، لو انا عندي مثلا كام واحد مش فاهم ان الريمينجر لما اقسم رقم على رقم معين الريمينجر بيبقى في رينج معين غصب عنه. المفروض ان انا لما اجي اقسم مثلا عشان بس لو حد اللي واقع لو هي مثلا 23 على 10 فدي عباره عن 2 بلس 3 على 10 الرقم ده هو الريمايندر فالرقم دايما بيكون قبل ال 10 لان هو لو قبل ال 10 هيبقى هيكسب بالظبط كده فانا دايما عارف ان الهاش فانكشن دي لو انا اخترتها هو وهي دايما بتبقى هو في اغلب الاحوال يعني مود طبعا انا عارف ان الاوتبوت من الهاش فانكشن دي هيبقى من 0 0 وبالتالي الاري او الهاش ماب بتاعتي الاندكس بتاعته ازاي؟ من 0 0 تمام؟ طب جالي الكيز دي اعمل فيهم ايه؟ هاخد الكي اللي هو 50 اعمل 50 مود 7 فيطلع لي 1 لان 7 في 7 في 40 فيبقى لي 1 تمام؟ هاخد ال 700 مود 7 ويطلع 0 احط 700 اندكس رقم 0 ال 76 المفروض بوت 7 70 غيره يعني 10 70 10 77 يبقى لي 6 احط ال 76 في اندكس رقم 3 بعد كده ال 85 ال 85 تاني احطها هلاقي ان ال 85 لما قسمها على 7 ال 84 على 7 12 ويبقى لي 1 فيحصل كوليجن الكوليجن ده هعمل فيه ايه؟ هقول انا هبقى عامل مش هبقى مش الهاش ماب مش هيبقى عباره عن تيبل اوف نمبرز كده انا هبقى عامل تيبل اوف نيجي ليست او اريه في نيجي ليست وبخزن الكيز اللي فيه في اللينك ليست دي تمام فلما جالي ال 50 حطيته في الهيد بتاع اللينك ليست دي لما جالي ال 85 حطيته بعد ال 50 في اللينك ليست دي لما جالي ال 92 حطيته برضه في نفس الاندكس حد شايف مشكله؟ قول بالظبط دي مشكله واضحه اللي هي ان انا ممكن بغنائي اعمل حاجه معينه تخلي كل اختار هاش فانكشن معينه تخلي كل الفاليوز تروح لنفس البادجت بيسموا الليفل ليست دي بادجت تمام انا بحاول اجيب المسميات عشان لو جبتكم اللي محمد كنتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه يعني
فانا عندي بقى مجموعه عمال بخزن فيها الارقام مع بعض. فلو اخترت هاشتاج هاش فانكشن غلط هتعمل ايه؟ هتكون الاليمنت في نفس اللينك دي. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ بدل ما كنت شغال بيج اوف 1 بقيت شغال بيج اوف 2. طب انا لو اخترت هاشتاج هاش فانكشن كويس ايه اللي بيحصل؟ ايه هدفها؟ هاش فانكشن ايه البارامتر بتاعتها؟ لازم تديستريبيوت الكيس كويس. تمام؟ كده فهمتوا فكره الهاش الهاشنج لما بشتغل على سيرفر تشين. طب لو كان جاي سترينج كنت هعمل ايه؟ بدل الرقم يعني الرقم كنت ماشي يعني في مودلز السترينج بقى بعمل ايه؟ في كده طريقه للسترينج ممكن يبقى اجيب الاسكي بتاعهم لو تصور عندك احمد. طب هيعمل ايه احمد دي؟ هتجيب الاسكي بتاع الايه؟ والاسكي بتاع الاتش والاسكي بتاع الامر والاسكي بتاع الاي والاسكي بتاع الدي وتعمل فيهم ايه؟ تجمعهم تضربهم تعمل اللي انت عايزه وتجيب مودلز رقم معين. والرقم اللي انت بتجيبه هو بس كده اللي هو عباره عن ايه؟ حجم الريك بتاعك اللي انت عارفه. فيجي لك رقم تخزن فيه الايرمنت بتاعك او الفاليو المفضل لكي ده. في كلام كتير على ازاي بختار فانكشن كويسه في ديستريبيوت الكيس كويس والكلام ده انتوا ما تعرفتوش خالص في المحاضره. يعني المفروض ان انتوا تعرضوه في المحاضره لو بناء عليه تعرفوا ان البيج او بيج اوف 1 بتاعك اثبتوا ان البيج لان غير كده هتلاقي ممكن يحصل ديليشن فساعتها ممكن تلاقي الانسرشن والديليشن مش بيج اوف 1. بس في نقطه بقى مهمه ان احنا بنعمل اناليسيس للهاش فانكشن احنا مش بنجيب بيج او احنا بنجيب بيج تيتا. بيج تيتا ده مفهوم في البيج او الكومبلكس اناليسيس بيقول لك الافرج بتاع كام. والهاش فانكشنز انت ما تعرفهاش ورث كيس ما تقدرش تقول ورث كيس بتاع كام. الورث بتاع اللي هو بيج اوف ان بس هي ما تقدرش تجارنتي لو انت قلت سيتا اوف 1 اللي هو الاوبريشن اللي انت بتروح تفتحها في بيج اوف 1 ما تقدرش تجارنتي الكلام ده اوفر اول الهاش فانكشنز اوفر اول اوفر اول كل الكيس والكلام ده كله. تمام؟ بس انت تقدر تجارنتي ان الامبلمنت الهاش فانكشنز الموجوده في اللغات بيج اوف 1 اون افريج. كل حاجه؟ يعني هي طريقه ثانيه لحساب المفروض البيكس دي اللي هي الافريج بتاع الكوست بتاع اوبريشن معين. ده اللي المفروض اصلا بيدفعها. ده اللي المفروض بتسعى تجيبه في اي اناليسيس. بس ساعات بتبقى مش عارف تجيبه ليه؟ لان اغلب الفانكشنز بيبقى فيها ايه كونديشنز بتروح في سكه وتروح في سكه فما تبقاش عارف تجيب الافرج بالظبط يعني فبتجيب الابر ليميت اللي هو اسوء حاجه ممكن تحصل اقل من كذا. تمام؟ الو طيب ما تقدريش تجارنتي ان الورست كيس بيج اوف 1 فانت قلت ان السيتا بيج اوف 1 بس الورست كيس هيبقى عند الكيس كله لو بقى تشين في حته معينه. ايه الورست كيس عندك هنا ان كل الكيس تروح في نفس الباكت فهتعملي سيرش بريف اي حاجه هتمشي في الباكت كلها مره واحده فيبقى البيج اوف بتاعك بعد الكيس نفسه كانك شغاله لينك الليست عادي. ده الورست كيس يعني اقصد بانك انت ما تعرفيش تجارنتي ان انت مش دايما الهاشنج بيبقى احسن حاجه. على عكس مثلا البي اس تي البي اس تي انت وانت بتقولي لي متاكده ان البيج او بتاعها لوج ان اي حاجه هتعملها لوج ان فانت جايبه ابر كيس لكل اسوء حاجه فاهمه ضمنه لي ان ده اللي اقدر ابلان عليه انما في هاشنج ما اقدرش اعمل كده لو انا اللي بامبلمنت الهاش فانكشن انما لو بختار منها جاهزه المفروض انها كويسه. طيب ميزه السيمبل تشيننج ده او عيوبه يعني كده نتكلم عن حاجات منها سيمبل تو امبلمنت سهل قوي امبلمنت بسهوله جدا عندك زي عامل زي الادريسنس ليست بتاع الجراف انت بتجيب كي معين تنابل اندكس تخش تلاقي الليست تعيش فانت الدنيا سهله يعني. في ميزه ثانيه في السيمبل تشيننج ده ان انت عمال بتالوجيت كل ما يجي لك كي جديد كل ما بيجي لك كي جديد ايه اللي بيحصل؟ بتحطه في اللينك ليست المقابله ليك فانت عمال بتالوجيت كل ما هيجي حاجه جديده على عكس الكلوز هاشنج يا دوب بعد شويه هو بيقول لك انا معرف هاش تيبل مش هاخد براه العدد ده هو اللي انا عايزه يعني. تمام المفروض ان هي ليس سنسيتيف لحاجه اسمها لود فاكتور اللي هو اللي انتم ما تعرفوش في المحاضره فمش هتكلم فيه لان هو في تفاصيل كتير يعني. وبتبقى ظريفه لو انت مش عارف عدد الكيس اللي هتجيلك انت مش عارف عدد الكيس فانت ايه الاخبار فانت هتقضيها بقى انسبشن كل ما يجي لك حاجه جديده كانك جاي لك ستريم اوف كيز يعني. تمام العيوب بتاعتها الكاش بيرفورمانس بتاعها مش حلو. يعني ايه كاش بيرفورمانس؟ كاشنج دي سمعتوها فين؟ اه
في الميموري الكاشنج اللي هو لو انا جيت اكسس حته معينه فبجيب اللي جنبها. فلو انا عندي لينك ليست، اللينك ليست متخزنه في اماكن عشوائيه فالكاشنج ما استفدتش منه يعني. طبعا دي حاجه ليفل عالي قوي يعني من الاناليسيس يعني. لو انا بتكلم بقى على ليفل حاجات الحجم بتاعها كبير قوي فانا ساعتها هبقى مهتم بموضوع الكاشنج بيرفورمانس ده. الويست اوف سبيس ده عشان انت بتسجل بوينترز كل شويه بتعمل تسجل بوينترز كتيره، كان ممكن بدل ما تعمل البوينترز كتيره تزود حجم الهاش تيبل نفسه. انت بتعمل بوينترز وبتسجل اماكن جديده كل شويه تمام. وعندك مشكله لو التشين بتاعتك كبرت فالبيج او بتاعك هيبقى بيج او في ان اللي هو عدد الكيس بتاعك تمام. نفس الكلام يوز اكس سبيس فور لينكس اللي هي غالبا نفس الويست اوف سبيس دي. طيب ال تاني طريقة ده البيج او بتاع السيبر تشين اللي هو بيج او اوف 1 بلس الفا. الفا ده اللي هو اللود فاكتور اللي هو بيعبر عن عدد الكيس بتاعتك على عدد ال على عدد ال اللينث بتاع الهاش تيبل نفسه، كانك بتقول هو قد ايه فيلد تمام. وفي حاله السيبر تشيننج الالفا دي ممكن تعدي واحد، لان انت ممكن تبقى حاطط كيس اكبر من حجم التيبل لان انت بتخزن بره التيبل تمام. بس هو هنا كانه بيقول لك ايه، كانك بيقول لك لو انت عامل ديستريبيوشن كويس او حتى لو انت مش عامل ديستريبيوشن كويس البيج او بتاعك 1 بلس الفا. ايه 1 بلس الفا ده اللي هو اسوء احتمال ممكن تحصل له حتى هنا بتقول ايه؟ والافرج انت عندك 1 بلس الفا. ليه 1 بلس الفا؟ عشان بغض النظر انت عامل فيلنج عامل ازاي انت مرات هتجيب حاجه بسرعه ومرات هتجيب حاجه ببطء او الافرج الزمنيه ظريفه تمام؟ بس لو انت عايز تخلي اغلب الفانكشنز الكود بتاعك كويس هتعمل ايه؟ بتحاول تجيب هاش فانكشن بالستيبيليتي بشكل كويس. تاني حل هو الكلوزد هاش. ايه الكلوزد هاش؟ بيقول لك انا هكفي نفسي الهاش تيبل الموجود، بمعنى عندي ايليمنت معين فالايليمنت ده هجيب له هاش فاليو، فالهاش فاليو دي هتعبر لي عن الاندكس بتاعه المفروض حط دي في الاري. فجبت الاندكس ده فين؟ في الاري احطه فيه. طب فرضا انا جيت احط حاجه في الاري ليست، الاري اوريدي فيه حاجه. كوليجن حصل يعني جيت احسب هاش فاليو فاحط على هاش فاليو دي لازم دي كوليجن. هعمل ايه؟ في كذا حل بقى. لينير بروبنج اللي هو بيعمل ايه؟ يقول لك طب ما تبص على اللي بعديه على طول. يعني لقيت الاليمنت ده مليان حطه في اللي بعديه. لقيته مليان حطه في اللي بعديه. لقيته مليان حطه في اللي بعديه وهكذا. طول ما انت ماشي. لو لقيت كل انت عمال بقى تلف على الري سيرفر كده، لو لقيت كل الاليمنتس مليانه هتعمل ايه؟ خلاص انت كده الهاش تيبل اتبنى. عندك حلين، يا اما تستورد الجديده يا اما تعمل حاجه اسمها دايناميك هاشنج، يعني انت تكريت نيو تيبل بنيو هاش فانكشن وتدي كل الاليمنتس الجديده بكلام سليم. تمام؟ الطريقه دي يعني ايه العيوب بتاعتها؟ انت هي مش هو فول فعلا، بس هو في اللي فات برضه ما كانش هو فول. ما هو يعني انت هنا اسوأ حاله اللي هي ايه؟ اسوأ حاله عندك هنا ايه؟ انه يقفل الليست كلها صح، اللي هو بين ايه؟ اوف ان عندك كيس موجوده، نفس اللي فات اللي هو اسوأ حاله في اللي فات كان ايه؟ بيج اوف ان، تمام؟ انت اصلا كده كده الكوز بتاع السيرش على حاجه جوه الليست ليست كام؟ طول الليست ليست دي. فانت هنا هتلف هتمشي بعدد الكيز اللي عامله كوليجن مع بعضها. هتطلع تقول ايه تاني؟ في ازمه في الليلة بروبنج ده، ان انا لو عندي الاندكس رقم 5 و4 عملوا كوليجن حصل فيهم كوليجن كتير، ايه اللي يحصل؟ تصور ايه اللي يحصل؟ لو انا عندي الاندكس رقم 4 و5 حصل فيهم كوليجن كتير، كذا مره اجي انزلت الاقيه في 4 وكذا مره اجي انزلت الاقيه المفروض احط في 5. باللينير بروبنج ده هعمل ايه؟ الاربعه والخمسه هيتملوا والاليمنتس اللي بعد اربعه وخمسه هيتملوا بطول الكوليجن اللي حصلت صح؟ فلو انا عايز ادور على اليمنت الكي بتاعه باربعه هعمل ايه؟ همشي في تشين اللي هي بتاعت اربعه وبتاعت مين؟ لا خمسه برضه صح؟ فهضطر كاني بلف على تو لينك ليست كانوا موجودين في اللي فات. حد فاهم؟ طيب عزيز؟ لحد لما الريت فين؟ مفيش مكان فاضي. انت بتنسرت لقيت اللي انت مليان، تروح تمشي لحد ما تلاقي مكان فاضي. جيت لقيت المكان ده مليان، مش ما فيهوش الريت بتاعك، بص اللي بعديه
لو في مكان فاضي معايا معناه ايه؟ ان خلاص التشين جيم صح؟ طيب قبل ما نكمل شرح النظري هنروح نحل السؤال نتكلم عن موضوع الكوليجن ديزيشن عشان نستخدم المعلومه ونفهم بتتعمل ايه وبعد كده نرجع للفيوم. عشان كده انت اولا بتختار هاش فانكشن تضمن الديستريبيوشن ده. ففي حاجه اسمها يونيفرسال هاش فانكشن اللي انت ما خدتهاش خالص في المحاضره دي يبقى مجموعه من هاش فانكشن تضمن عشان تضمن تثبت ان الكلام صح. عشان كده بقول لك انا مش هينفع اخد معاك الاثبات ده عشان انت ما خدتوش التفاصيل اللي ليها علاقه بالموضوع يعني. بس انت صح يعني تقول ان انا افرض عندي مشكله حته معينه فانا الالفا جيت اندر استيميشن للبوست الحقيقي صح؟ اللي جاي تقول ان الجولد زي صح. ففي حاجه المفروض بناخدها اسمها يونيفرسال هاش فانكشن بتثبت ان ده حصل تمام؟ نرجع للشيت هنحل اول سؤال. موضوع جديد يعني.
السؤال رقم بي يقول ايه بقى؟ السؤال رقم بي يقول هنستخدم الاوبن هاشنج الاثنين في الليست emerging from each bucket. ده اللي هو الاوبن هاشنج الطبيعي بتاعنا عندنا الري اوف ليف ليست تمام؟ والباكت سايز بتاعي 7 تمام؟ يعني ايه باكت سايز 7؟ يعني الـ او الـ list end z بتاعتي من 0 زد بسرعه كده اجيب ارقام الـ range بتاعها على سبب كام؟ اللي هعمله انا هقسم الرقم على 7 2341 على 7 ناقص 3 4 4 7 كده 2 3 4 1 على 7 ماشي. اول رقم اللي هو 2341 هنعمل ايه؟ هنقسم على 7 فنجيب الريمايندر بتاعه فيطلع 3. ممكن واحد ياخد يعني ممكن من الناس عشوائيه تاخد الارقام بقى كل الريمايندر بتاع 10 يعني مطوى حسين ومرسي معلش قول لي تمام. ف 2341 هيبقى فين رقم 3 باجي هنا اعمل ايه؟ اول الف في الهند ليست وبعدين اخد الرقم اللي بعديه اللي هو 1200 1 2 3 4 صح؟ على 7 ناقص 1 7 6 في 7 ده يجي عند 2 تمام؟ وهكذا ايه تاني؟ 1189 طلعوا كام؟ الأداء مش حلو. أنتوا عارفين أصلا تجيب الريمايندر إزاي لو معاك آلة اللي هي العادية دي؟ تقدر تقسم وتطرح الرقم الكبير وتضرب في اللي أنت قسمت عليه. 2 8 3 9 على 7
مهم عشان شكل الامتحان ده يعني الاسئله دي مهمه بغض النظر ان هي سهله شويه بس هي شكل الامتحان نفسه المره ده هنا احنا قلنا ممكن هاش الليست ان انت اول ليفل انت بتشتغل ليه في الليست فانت كل شويه الوكيت حته كده تقعد فيها تمام الرقم دي يقول لك انك تستخدم دوت هاشنج وده تيبل اوف سايز 40 وسكند هاشنج فانكشن اتش اي اوف اكس دي سكند هاشنج فانكشن ماشي هي هاشنج فانكشن بس يبقى فيها برامج ضرايب تمام ليه بتاعتي بس معلش ممكن يبقى دي لوحدها ولا اول مره تحط اي زي فانا عندي الري بتاعي من 0 ل 39 هعمل فيه ايه؟ هاخد كل رقم من دول اقسمه على 40 فيجي لي رقم معين فمثلا انتظر ان رقم 2 3 4 1 قد ايه في المكان ده؟ مكان رقم 9 تمام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة جنيه. واحد واحد ثمانية تسعة إيه هنا؟ إيه هنا؟ هحطه فين؟ هلاقي لو واحد واحد ثمانية تسعة لما جيت أعمل ريمينتر جه أعمل تسعة الفكرة عملت كوليجن. فبعوض في اللي هنا بقيم واحد بقول طب تاني مكان فين؟ اللي هو كان بحط فيه. هو كأن الدوز هاشن ده بيقول إن أنا هديلك سيكونس بليسز ممكن تحط فيها الايرور بتاعك. فاول مكان لما اعوض قريب 0 ثاني مكان لما اعوض قريب 1 ثاني مكان لما اعوض قريب 2 وهكذا لغايه لما الاقي مكان فاضي. فانا لقيت على التسعه ده في ايرمنت اوريدي موجود فاحط الايرمنت بتاعي على 10. وكاني وانا بانشرايز التيبل ده بحط كاني حاطط ضل او باري معين لان الايرمنت ده ما كانش فيه حاجه اوريدي موجوده. تمام؟ يبقى انت ما اخترتش بقى مش فاضي غلط. مبدئيا تمام. انا جيت عايز اقول حاجه بقى كده اطلع مش موجوده اصلا. مش موجوده يعني ايه مش موجوده؟ حاجه اصلا بتاعها على طول يعني. الكوميشن بتاع 30% اه لما تيجي حاجه بقى الريجر بتاعها اربعه تلاقيها مالهاش مكان صح. اه فلسه الراجل بتاعها هو ده الكود هاشنج انت كل ما بتلاقي مكان مالهاش مش بتاعك. او دي التشين اللي ممكن الاقي فيها المكان. تمام؟ فانا بقعد اكمل كده لحد ما ابتدي اكمل السته دي يعني اعتقد كلام بسيط الريميندر اللي هو في الاخر رول بطبقها. ممكن حد يقول لي الرول تاني ممكن ابقى حد عشوائي مثلا يقول لي الرول رول. مخيل ممكن يقول لي الرول كده بنعمل ايه؟ في الدوز ديشن انا جاي مثلا في رقم 34 ايه اللي هتفكر فيه اللي بتحط الكي ده؟ هتقسميه على 40 تمام تمام دي مش هتحط مش لينك ليست عشان اسمها كويس تقول لينك ليست لا انا بتكلم في الكلوز هاشنج اللي هو السؤال رقم دي الكلوز هاشنج ده هو بحطه في مكان لو لقيته مليان بحط في اللي بعديه مليان احط في اللي بعديه مكان مش سامع قوي بس انا حاسس ان انت بتقول كلام صح يعني طيب فكده يبقى انا باجي عند ايلمنت معين بحط فيه رقم وبعد كده بمشي سيكونس تمام تخيل ان انت عندك بقى الاماكن دي من 9 لغايه 13 مليانين بكيس كانت المفروض تتحط في 9 تمام كده بس معايا انا دي الارقام دي كلها المفروض الكي بتاع 9 وانت جيت قلت لي شيل الاليمنت رقم 1198 1189 هتعمل ايه؟ هتيجي عند 1189 تجيب الاليمنت اللي بتاخد فيه 9 هتيجي عند 9 تلاقي 9 مليانه هتروح عند 10 تلاقي الكي بتاعك هتعمل فيه ايه؟ تشيله
المكان ده عباره عن ايه دلوقتي؟ زي ما كان الاول خالص بقى فاضي صح؟ ممكن انزل في حاجه جديده. طيب لو جيت اقول لك دور لي على 1234 هتعمل ايه؟ 1234 دي موجوده عندك في الاشياء ولا لا؟ هتحسب 1234 بفرض ان هي المفروض تبقى عند 9 فهتقف عند 9 عشان تلاقيها هتعمل ايه؟ هتروح عند 10 تلاقي ايه اللي حصل في 10؟ فاضيه هتعمل ايه؟ هتروح؟ لا فدي لما بتنزل حاجه بيبقى في تلاقي كده ان دي ديليتد وبالتالي لما اجي سيرش بكمل بعدين لغايه لما الاقي حاجه امتي عشان كده كلوز هاشنج بتصير مصري شويه يعني انت لما تيجي تفكر في كلمه تحت ازاي تلاقي الموضوع ده مخي قوي يعني قول ايه معلش؟ ده في الاوبن هاشنج اللي هو التكنيك الاولاني احنا التكنيك التاني بيفكر الرول دي الرول دي بيقول لك الهاش فانكشن بتاعتك هي عباره عن الرقم بلس اي اللي هو بتغير من 0 وطالع زي ما انت متخيل اول مره بتجربها كده لقيته في ايلمنت بيجرب واحد فالكلوز ده يجي يقول لك انا هخزن كل حاجه جوه الهاش دي مش هتطلع بره ايه؟ بيمنع ان تو كيز يبقوا عمالين بيصبوا في نفس مكان بعض.
لو انا عندي عند 3 و 4 كوليجن بيحصل كتير ايه اللي هيحصل؟ كلهم هيكتبوا في نفس التشين. فلما اجي انسيرت على 3 او انسيرت في 4 او تشيك 3 او تشيك 4 همشي طول التو تشينز بتاعتهم. انما انا بخلي كل تشين تكتب في حته مختلفه، كل تشين ينط نطات مختلفه، الدنيا تبقى اقطع شويه. انا بحاول ما اخليش الكيس تكتب فوق بعضها، بضطر امشي اكتر شويه وانا بنسيرت في معين. تمام؟ انك لو مخلوط يعني لا ايه اللي كان كده مكان حاجه حد تاني بالعكس. بص اقول لك حاجه، انت لو مش عارف لو عامل لينير كوبينج ايه الاحتمال اللي ممكن تحط فيها الالم؟ كل الهاش تيبل صح؟ لو مكتوب انا بنط الناس ايه الاحتمالات؟ هل اللي بص صح؟ فانت بتقول ان كل مكان بيعرف يحط في اماكن معينه الهاش تيبل، والاماكن دي بتقل كل ما الشيفت بتاعك بيزيد. كل كي ليميتد في عدد الاوبشن اللي هو بيحط فيها. يعني بدل ما انت ما تبداش في كذا مكان، فبقول لكم كلكم عايشين في كل الاماكن. ففرصه ان انتم تخبطوا في بعض كبيره. انما بقول لك انت ليك اماكن دي وانت ليك اماكن ثانيه اصلا. فانا بقول لك انت الزيرو مثلا يحط الزيرو واثنين واربعه وسته وثمانيه، قول الواحد يحط في واحد وثلاثه انت بتقول ان الطريقه دي مش هتقابل اصلا. مش فاهم. يعني بزود الاماكن اللي بخليني حد يكون حلاقيها مليانه. بوزعها. بوزعها حلو. طب بوزعها دي حاجه حلوه. انت فاهم؟ انا بقول لك ان دلوقتي اي كيب اللي حصل عنده فيرجنز كتيره يقدر يمنع تقفل اي كيب لو حصل عنده فيرجنز كتيره يقدر يمنع تقفل كله. انت بتراضي منعك الموضوع ده. ان كل كيب ليه حته معينه بيمشي فيها. فاكيد انت كده قللت احتماليه الخط يعني. مع الكيز المختلف، الكيز المختلف هم بيحطوا بعض عادي، بس انت قللت الفعل يعني. بس هو هنا لما تيجي تقارن بين الطريقتين دولت يقول لك ان اللي هي الشيب دي بتقلل الكاش بيرفورمنس. بتقلل الكاش بيرفورمنس، انت لما تيجي عند ليفل تحط فيه وبعد كده تجري عند ليفل تاني تمرين. انما لو انت شغال لينيرلي بتمشي ايلمنت بايلمنت، فانت لما تجيب ايلمنت تجيب الحبه اللي معاك تمشي خطوات ثابته خطوه يعني. تفاصيل دقيقه كده في الحلم الحكم. طيب سؤال تاني بيقول لك ليه استخدام هاش فانكشن يونيفورم ده بيبقى حاجه ظريفه؟ يعني ايه يونيفورم؟ يعني بيجنريت الحاجات بتوزعها. ليه حاجه ظريفه؟ عشان اوزع حاجه يبقى البيك بتاعي يونيفورم. فبيقول لك لو انت عندك الكيس بتاعتك من 200 ل 300 من 200 ل 300 ايه رايك في الهاش فانكشنز دي؟ ايه رايك فيهم؟ حد يقول لي بقى. اول هاش فانكشن ظريفه اتش ايكوال اكس ريميندر 10. ايه؟ لا اوكي ما تسالنيش. ماشي دعوه ايه؟ اتش ريميندر 10 هل فيها مزايا او فيها عيوب؟ هو مفترض ان الكيس من 200 ل 300 دول كيس راندوم يعني ممكن يبقى اي واحد يجي. فكده انا وزعتهم وخليت كل 10 يروحوا نفس الليت ليت بتاعهم. فانا تقريبا وزعتهم. حتى مش فاهم هم وزعوا ايه؟ عشان وزعوا ايه؟ لو انت بتتكلمي 200 ريميندر 10 هتحط مين؟ زيرو صح؟ طب 210 زيرو. طب 220 30 40 عندك كام رقم الريميندر على 10 زيرو؟ 10 ارقام. عندك كام رقم الريميندر بتاعه 10 واحد؟ وهكذا. فانت كل رقم بيجي الريميندر بتاعه 10 كانك من 200 ل 300 بتختاري من الرقم اول ديجيت فيه بس. فانت كده عندك كام اختلاف في الحته دي؟ انت عندك كده كل رقم هنا يعني ممكن تلاقيه 10 مرات في الارقام المختلفه. فانت كده وزعت الحاجات ايفنلي على كل الوقت صح؟
كده؟ لا قولي لي شويه ايه رايك يعني؟ عايز اقول بس معلش. صح. انت كان عندك 100 100 كي كلهم موجودين. هتحطيهم في 10 اماكن. ايه اقصى طموحك؟ ايه اقصى طموح عندك؟ ان كل 10 يروحوا في 10 في مكان صح؟ طب دي بنعمل كده ولا لا؟ رجعنا 10 صح؟ تمام كده دي احسن حاجه ممكن تتكلم صح؟ بس فاهم قصدي؟ انا دلوقتي بقول ان انا عندي كي رينج معين فهحشرهم في شويه كيز فاحسن حاجه بالنسبه لي ان هم كلهم يوزعوا بالتساوي على الباكس دي عشان لو واحد فيهم لو واحد فيهم بقى في حته معينه وكله بقى فيها لا مش حاجه ظريفه زي ما نشوف بعد شويه فكده لو واحد دلوقتي ده ظريف يعني كل 10 في مكان ده حاجه ظريفه طبعا ممكن يبقى احسن نعمل ايه؟ نزود الاش دي بنفسه نخليه 100 ساعتها كل اللي انت هيروح في هيروح في مكان لوحده يعني تمام؟ طيب اكس سكوير بين 10 سيبوا لي الاخر شويه عشان نتكلم فيه. سكوير روت بتاع اكس هات الانتجر بتاعه وجيب الانتجر 10. هو احنا دلوقتي بنجادج هاش فانكشن احنا بنفكر في ايه؟ هي بتحشر حاجه ولا بتصعب؟ بس ده اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي. هل لو انا عندي ارقام من الرينج 200 ل 300 جبت لهم السكوير روت وبعد كده قسمته على 10 شهير منهم ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ عشان اثبت لي طيب تزيهم؟ ليه؟ طب تعالوا نفكر في حاجه كده ايه اصغر رقم ممكن يطلع من السكوير روت؟ ايه؟ لا اصغر من اول رقم اصغر رقم ممكن يطلع من السكوير روت كابسوليوت فاليو السكوير روت بتاع 200 صح؟ ده اصغر رقم ممكن يطلع لي ده اصغر رقم بس هو كام؟ هو اقرب رقم هنا ال 15 في 15 كام؟ 25 تقريبا رقم 14 ل 17 الايفنت بتاعه 10 يطلع كام؟ من 4 ل 7 صح؟
انا بقى لما يجي الريت 10 اعمل ايه؟ بغير كل رقم واحط اول ديجيت فيه. انا كده ضامن الاوت بتاع الكلام ده في الرينج من 4 7. طيب انا كده ضامن ان المكان ده هو الوحيد اللينك ليست كل الارقام اللي انتوا بتقولوها محصوره في اللينك ليست اللي موجوده هنا. والكل دول هيبقوا ايه؟ فاضيين. يبقى كده الهاش فانكشن دي ما وزعتش الحاجه كويس. الناس كده معايا؟ كان واحد مش فاهم وايه فهم؟ طيب فاهم؟ طيب اتش ايكوال اكس ريمينتر 3 دي زي ال 10 بس بتاعتها ايه؟ الهاش فانكشن بس صغير قصدي الهاش كلمه صغير فهحشو كتير يعني اللينك ليست هو هيبقى كبير بس هي هتوزع الحاجات دي تقريبا. طيب راندم نمبر من 9 الرقم اللي هيجي لي عشان ايه رقم راندم من 9 اوديه مكانه. المفروض ان دي شبه الاول احصاء اول اللي هي رقم ايه مش كنت بجيب اتش اجيبه للريندر 10 فده كان بيضمن لي ان الارقام اللي موجوده فيها هيروحوا في اماكن مختلفه اغلبهم يعني. فلو انا جبت رقم راندم قلت لك انت مثلا رحت 9 انت رحت 7 لو انا بشيل رقم ارقام راندم وجاي لي 100 رقم كم واحد فيهم هيبقى واحد؟ لو انا بوديه راندم في 10 اماكن لا رضا الناس لو انا لو انت مثلا شلت المالي كنت جاي كده المالي كنت قعدت ترميها فوق تاني مره كم رقم عليك؟ تقريبا 50 صح؟ يا جماعه ايوه بس اون افريج لو انت زودت عدد الفايلز جامد هتلاقي في الطبيعي ان انت مرات بتطلع كده ومرات بتطلع كده صح؟ فانت لو انت عندك راندوم جنريتور حقيقي يبقى هو كل 10 مرات بيطلع كل مره بيطلع سي مره بيطلع رايح مره بيطلع سي مره وهكذا صح؟ فلو انت بتقول جنريت رقم راندوم من 0 9 100 مره فانت نسبيا لو انت الراندوم نمبر ده شغال صح هيطلع ايه؟ 0 10 مرات 1 10 مرات 2 10 مرات وهكذا. فيبقى كده الراجل ده هيوزعهم كويس ولا لا؟ بس قول يا عزيز بالظبط كده. ايه بقى الهاش فانكشن دي؟ هي بتوزعهم كويس يعني اي ايرن كده بديها في مكان مختلف فكان ده هيحل لهم الشيطه كلها. اذا انت لما يبقى عندي اي هاش تيبل الرقم اللي يجي لي اوديه في مكان راندوم كده انا ضمنت ان انا بوزع حاجه كويس بس عيبها ايه؟ قلت لك بقى طب 10 ده موجود ولا لا؟ قلت لك 10 كده ممكن تدور عليه 7 كده ولا برضه هقول لك رقم راندوم دور عليه ايه؟ طب مش هينفع انا بوديه في مكان بس مش عارف هو راح فيه ازاي فلما يجي لي ثاني ادور عليه مش هبقى عارف هو راح فين صح؟ فالهاش فانكشن لازم تكون ديترمينستك يعني ديترمينستك يجي لها نفس الرقم طلع نفس الكي ما ينفعش يجي رقم ودي في حته ودي في نفس الرقم تاني في حته دي مش هينفع خالص. فده يوديني للسؤال اللي بعده اللي هو او قبل ما نروح السؤال اللي بعده في سؤال رقم بي بي هتبقى ازاي؟ بي حلوه لو فيها تفكير يعني عايزين حد يقترح بيها ايه؟ مبنى عشان رضا تقول لك ايه؟ الايفل لما يقدر في ايفل وفي ايفل الاوضه لما يقدر في اوضه وفي اوضه بس احنا عايزين نفكر في السؤال رقم بي ده بنفس الطريقه اللي فكرنا بيها هنا ان احنا عايزين نعرف الحاجات تروح فين؟ فعرفنا ازاي ان احنا جبنا السكوير روت بتاع اصغر رقم والسكوير روت بتاع اكبر رقم وشفنا الدنيا بتوزع كويس ولا لا؟ ماشي اكس اكس ريمايندر 10 اكس وعندي الاكسات دي من 200 ل 300 قول ايه؟ ال 200 في 200 بكام؟ برقم اخره 0 ال 201 في 201 برقم اخره 1 قشطه متوزعين برضه بس طيب ماشي هو انت قلت نقطه ظريفه ان انا لما بجيب ريمينتر 10 فالرقم ده لما يدل لما اي رقم يدل في بعضه انا عندي مثلا 0 نمبر اكس واي زد هضرب ال
اكس واي زد وهجيب من اللي خارج من الرقمين دولت ريميندر 10. مين يهمني في الاكس واي زد دولت؟ مين اللي هيحدد الناتج بتاع الريميندر دولت؟ هل الرقم ده ممكن يكونتريبيوت للريميندر باشا؟ الواي دي بتكونتريبيوت فين؟ لو افتكروا صح كان ده بيبقى زد 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 واي زد اكس بعد كده لو انا كده كده هاخد الواي نضربه ونصفيه شويه يبقى واي زد واي واي اكس واي. فاكرين الكلام ده؟ مش ده اللي بيعرف ده؟ معلش معلش لو انا عندي يعني مثلا اهو 123 مضربها 123 مضربها ازاي؟ 9 6 3 لكن اخد الاثنين اضربها تبقى 6 4 2 صح؟ لكن اخد واحد اضربه 1 2 3 لما نيجي نجمع الارقام دي واجيبهم الريميندر 10 هل همني اي حاجه من دول؟ كل دول هجيبهم الريميندر 10 مين هيبقى؟ التسعة ده هو جاي منين؟ من الدرجة. فلو أنا عندي أرقام 200 300 أنا ههتم بس بالجزء الأولاني اللي بيحصل فيها إيه؟ عارف الجزء الأولاني اللي هو 10 مرات 30 10 مرات 1 10 مرات 2 10 مرات 3 صح؟ فأنا هقول لو أنا كان جاي لي رقم بغض النظر هو الرقم ده كام؟ 2 ديجيتس كده 2 ديجيتس أي ديجيتس وجنبهم 0 هنا هيتضربوا نفس ال 2 ديجيتس جنبهم 0 فيبقى الرقم في 0 وشوية ديجيتس ثانية لما اجيب الريميندر 10 هيروح تزيد. طب لو كان اخر واحد يبقى كده ممكن نعمل كده زي كده. لو الرقم كان يمينه زيرو هيروح لكام في الهاش فانكشن؟ هيروح لزيرو. لو كان رقمين جنبهم واحد هيروح لواحد. لو كان رقمين جنبهم اثنين ثلاثه تسعه او بالظبط كده. طب لو كان اربعه هيروح ل 16 اللي هي ريميندر 10 ب 6. طيب نكمل. لو كان 5 6 36 اللي هي 6 7 9 8 64 9 1 فواضح ان انا هنا في 2 هيروح على 4 وفي 2 هيروح على 9 وفي 3 في اثنين هيروحوا عند الستة وفي اثنين هيروحوا عند ايه؟ مين الكيز اللي محدش يرضاها خالص؟ ثلاثة والاثنين والثلاثة والثمانية والسبعة صح؟ دول محدش هيجي عندهم خالص. ايه؟ حلوة دي اه ارقام بس الستة ولا خمسة؟ فانا كده عندي 2 و 3 و 9 دول شغلهم خالص. وفي حاجات هيتكون فيها ضعف اللينك ليست كان اللينك ليست عاملين ياخد حد تاني اللينك ليست عاملين ياخد حد تاني وهكذا. فانا عندي انا بقيت مش اسوء قوي من يعني اول سؤال كان ايه؟ اللي هو بتاع السكوير روت ده اللي بعد كده على طول هو ده او اللي بعدين اللي هو الريندر 3 بعد كده ده ليه وحش؟ كان في كذا كي مش هيستخدمهم خالص. كان واحد مش معايا جميل. طيب المفروض ان دي البارامترز اللي بفكر فيها في الهاش فانكشن. انا عندي فيو كوليجنز بديستريبيوت فيه كويس وبقى ريسك وسريع جدا في الحساب ما ينفعش ابقى فانكشن بتاخد وقت كبير. تمام؟ طيب نكمل. لو انا عندي الرقم 5 ده بيقول لك الهاش فانكشن دي قد ايه كويسه؟ عندك 10 ديجيتس فون نمبر تختار اول 3 ارقام فيهم. مش حاجه ظريفه اول 3 ارقام دول هم يبقوا 0 10 0 11 0 فهيكرروا كتير قوي بين الناس المختلفه يعني. طب لو اخترت اخر 3 ارقام اللي هم دول حلوه شويه بس هو دايما بيقول لك الهاش فانكشن المفروض تبقى تاخد كل الكونتنت في الحساب. ما تبقاش بتركز في مكان معين. ده احنا برامج بس فانكشن كويسه يعني. طب لو عندي ميموري لوكيشن وبجيب الادرس للريندر 1000 الميموري لوكيشن فيها صفات معينه بي احنا قلنا لاست يوزرز بتاعت الفون نمبر دول كويسين على فكره
انت عندك حاجه انا اطلع من البراند يعني الميموري ادرس الايدج اوف ادرس ده اللي هو لو انا بجيب ريميندر 1000 الميموري ادرس ايه الهاش فانكشن دي؟ ان الميموري ادرس عمرها ما تكون فرديه صح؟ لما يبقى عندي ميموري ادرس دايما لو جيت تبص على لوكيشن حاجه معينه تلاقيه دايما مالتي اوف 2 او مالتي اوف 4 تمام؟ فساعتها لما يبقى عندك ادرس مالتي اوف 2 او مالتي اوف 4 وبتقسمه على 1000 ريميندر 1000 هتلاقي الارقام الفرديه كلها محدش بيحط فيها حاجه انت عامل نص الهاش تيبل ومحدش يبقى رابط. معايا؟ بقيت اسئله ان شاء الله السؤال رقم 6 بيقول لك ديزاين هاش سيستم انكلودنج هاش فانكشن برايمري اند سكند ستراكشر اكسشينج تو تيك ستيل فيرست نيم اند ديليت اندكس تو بي اكس تو ديت. بيقول لك انت عندك الفيرست نيم بتاع شخص معين عايز تحوله للهاش فانكشن. السترينج السترينج هاش فانكشنز ليها طريقه معينه ليها طريقه ستاندرد بس انتوا ما خدتوهاش في المحاضره بس يعني احدى الطرق ايه؟ ان انا ممكن اخد الاسكي بتاع الرقم الاسكي بتاع ايه؟ الاسكي بتاع الاتش اللي لو عندي احمد مثلا اخد الاسكي بتاع كل حرف من دول واجمعهم وممكن اعمل حاجه ثانيه يعني هو بيقول لك لو انت عندك احمد كده اخد الدي ده اضربه مثلا في 0 والاي ده اضربه في 10 والام ده اضربه في 20 في 100 وهكذا وانت ماشي عشان تشغيل رقم مختلف لو احمد ايه وترتيب الحروف مختلف تمام؟ فهو هنا بيقول لك برايمري ديزاين ستراكشر وسكند ديزاين ستراكشر قصده ايه الكلام ده؟ ايه؟ هنا بيقول لك ان انت عندك برايمري ديزاين ستراكشر وسكند ديزاين ستراكشر وانت بتديزاين الهاش تيبل بتاع الفيرست نيم ده هو اول هاشنج هو بس بيقول لك السكند ديزاين ستراكشر اللي احنا كنا متعودين عليه هو مين؟ لينك ليست بحط الحاجات لينك ليست ايه اللي ممكن اشيله لينك ليست بحط حاجه مكانها تبقى احسن ممكن اعمل بي سي صح؟ ليه بي سي؟ مثلا لو انا ممكن اخد الفيرست نيم احطه في اول اي بي هاش تيبل اللي هي هاش تيبل وبعد كده الباست نيم احطه في احط الاوبجكت نفسه في بارنزيشن دي جايه من اللاست نيم وبالتالي انا عندي فيرست نيم بحسب بي انس معين واروح بي على ريفرش دي توديني للاوبجكت نفسه. ساعات السكند ديزاين ستراكشر تبقى هاش تيبل تاني. يعني عندك هاش تيبل في الاول بتحسب بي انا افترض مثلا رقم عربيات في مصر انت عندك ريم واو وكاب اوف مثلا 230 فممكن تاخد الرقم ده توديه على هاش تيبل تاخد كل ال 230 دي تروح بيهم هاش تيبل معين تحسب الانكس بتاعك بعد كده تاخد الريت الريت واو واو دي تروح بيهم على هاش تيبل تاني اللي هو كان كل الانكس في هاش تيبل الاولاني عندك يوديك على هاش تيبل تاني الانكس بتاعك في هاش تيبل تاني هو عامل ايه؟ فانت عندك اتش 1 على 230 دي واتش 2 على الريت واو كاب اوف الاتش 1 دي تاخد ال 230 توديك على الانكس في هاش تيبل الاولاني روح على الانكس رقم 400 مثلا تعمل ايه؟ تحسب الانكس رقم 400 ده يبص على هاش تيبل الان بتاعك فيه كام؟ هو الاتش 2 بتاع الري هو تمام؟ كلام بسيط يعني سهل خالص. هو ده اللي احنا قلناه ده هو الحل بتاع السؤال ده. بيقول لك ديزاين تو ليفل هاشنج عشان تستور ريكوردز اوف انفورميشن اباوت العربيات اللي موجوده في مصر. فالفيرست ليفل هتستخدم اول ثلاث حروف في العربيه والسكند ليفل هتشتغل بايه؟ بتقدر تدخل فاكرين هيبقى عندك حاجه بالمنظر ده انت تخيلوها يعني تمام اول ثلاث حروف احسب منهم هاش ثاني توديني عند اول هاش ايه اللي هم اللي هو ده مثلا طيب اطول قد ايه فانا اطول 1000 او 100 او كبر اللي انت عايزه تمام وبعد ما تروح عند انتري معينه في الهاش تيبل ده هتحسب الهاش فانكشن بتاعك بقيت الرقم العربية وتروح بيها فين؟ على هاش ليفل تاني. المالتي ليفل هاشنج ينفع لما يكون عندك الحاجة اللي أنت بتهاش عليها مش كونسيستنت أوي يعني. حتة منها أرقام، حتة منها سترينج فأنت مش عارف تعمل هاش فانكشن بتاعت الاثنين مع بعض وتطلع اندس واحد. تمام؟ وممكن يبقى بدل ما تعمل السكند ليفل اوف هاشنج ده هاش ليفل تعمله ايه؟
ليست صح؟ فاللينك ليست كان عيبها ان انت لو تيجي سيرش فيها انت عندك على كل الكيس ولا انت كان فيها عيوب شويه لينك ليست احنا عارفينها من الناس مش عملناها يعني. فكان لما احنا عملناها هاش تيم ايه مين اللي كده؟ ان انا بقيت اندكس جوه اللينك ليست دي اوف 1 طب يعني لو انا عندي لينك اوف اوف الرقم اللي نازل قديم ده هنزل الفانكشن دي في اندكس والفانكشن دي في اندكس تاني فكاني باكسس تو دايمنشن اري اول اندكس بجيب فيها اول ايلمنت وثاني اندكس بجيب فيه ثاني هاش تيم للاندكس بتاعه كام فانا كده بقيت اوصل لللينك ليست بتاعتي عن طريق ايه؟ تو اوبريشن للجزء بتاعهم بيك اوف 1 تمام؟ هو هنا قال ما دام في هاش تيبل تاني لازم هيكون في كوليجن فلازم يبقى عندي ريزولوشن للكوليجن كونفليكت ده يا اما هيبقى عندي موضوع على طريق الكود او الاوبليجيشن طيب سؤال رقم 7 هاش تيبل اس فانكشن اتش اوف واي ايكوال واي ماينس اوفسيت والاوفسيت ده كونستنت ايه اللي لسه البلد بتاعتها؟ هناك لو ان هي بتاعت عدد كيس بنفس عدد الاليمنتس اللي انا بطلع منها. صح؟ لو عندي ارقام من رينج مثلا من 100 ل 1000000 واطرح 100 منهم. طب لازم يبقى عندي اندكس في الهاش تيبل من 0 ل 100 تمام؟ طيب ايه اللي بنستخدم هاشنج ولا بنستخدم وايرلس هاش تيبل؟ حد بقى يكتشف احنا ليه الهاشنج ما بنعرفش نجيب كيس في الاوردر؟ الكيس بتروح عشوائيه تماما غريبه جدا صح؟ احنا ما عندناش اي وسيله نقول الكي في راح فين؟ ولو عايز ادور على كي موجود ولا مش موجود في لو مثلا قلت لك ايه اقل كي موجود في الهاش تيبل ده؟ تعمل ايه؟ هتلف على كل الانتز اللي موجوده في الهاش تيبل باللينك ليست بتاعتك. فانا البيك او بتاع كام كده؟ بيك او بعدد الكيس اللي هو ان. على عكس في الماب لو انا عندي ان اي الليف بتاعي كام؟ اقعد امشي كل مشكله في الاخر شمال. عندي كيس دي ما بمشي شمال شمال او بالنسبه لي شمال شمال عايز دي ماكس ما بمشي يمين صح؟ فالهاشنج في حاجات معينه ما بمشيش فيها في حاجات ثانيه. طبعا الهاشنج في حاجات ادفانس غير النمبر يعني انتوا محتاجين ده كويس فعلا. طبعا اعمل ايه طبعا؟ طيب ديزاين ده تراش تو ستوري كونتكست سبورت ذا فولوينج لوك اب سبورت نمبر باي نيم ولوك اب ذا وايت بوكس كولينج ايرنج سبورت نمبر برضه كده هو ده عندك حد هتدور على اسمه عايز تجيب رقمه كام فانت هتعمل هاش فانكشن هتاخد السترينج تحوله لرقم عايز تحول عايز تعرف مين اللي جايب لك الرقم تليفون الرقم نفسه تكون مع بعض كده وتقوم جاي عامل رينج على الرقم على البرايم نمبر اكبر من الرينج بتاعك وتقسم على الكيس الفاشل وخلاص ممكن ايه من دول نختار يبقى هاش فانكشن ظريفه للسترينج اول حاجه ان انا كونفرت الاولد وذ الاسكي فاليوز مثلا تجمع الاسكي فاليوز دي مع بعضها ولا حاجه ده ينفع بس لازم عشان ينفع يعني في لازم اعمل ريندر لمين؟ بعدد الكيس الموجوده او عدد الانتريز الموجوده في الهاش نيم جنريت راندوم نمبرز فور ليترز زي ما قلنا موضوع الراندوم ليترز تاني عشان اعرف ارجع للسترينج تاني give them each a value according to the place in the alphabet. لو انت عندك مثلا A يبقى A رقم 0 ال B ده رقم 1 ال C ده رقم 2 وهكذا. هل ده ينفع؟ ليه؟ لو في احنا كتير ليه؟ لو في احنا كتير ليه؟ اه لا هو بيقول لك ان عندك اسم احمد مثلا فيبقى كان A ده هيبقى 0 H ده هيبقى الرقم بتاعه الكلمه ده هيبقى رقم هتحول كل سترينج لرقم معين لانك كان كل حرف عباره عن الانكس بتاعه فبالتالي الموضوع ده ان مش كل حرف تحول لرقم من 0 ل 10 صح؟ لو انا عندي مثلا تي اتش ام بي دي فالايه ده رقم كام في الالفابيت؟ 0 الاتش رقم مثلا 12 مثلا انا هنا كاني هكتب 12 هنا والام 20 مثلا والاي 7 والدي هيبقى 4 اعمل ايه في الارقام دي لما اجيبها؟ اعتبر ان البيز بتاعي مش 10 زي الاكس لسه ما جابها اعتبر ان البيز بتاعي مثلا كام؟ عدد الحروف اللي
26 فاللي هو انا جيت 26 فيبقى الرقم عباره عن ايه؟ 4 26 باور 0 زائد 7 26 باور 1 زائد 20 26 باور 2 وهكذا. فانا كده فضلت تلاقي رقم ليه ولا لا؟ فيبقى لو عملت لهم كونفرجن كلهم لاسكي كود اعرف من خلالها لو حولت كل رقم منهم لاسكي كود هيبقى الجيت بتاعه كام؟ لو انا بحول كل رقم منهم لاسكي كود لاسكي كود لغايه 128 تقريبا. فانا لو كنت عامل البيس بتاعي 30 عامل البيس بتاعي 28 اضرب ده 128 باور 0 وده 128 باور 1 22 باور 2 3 4 فكده جبت رقم يونيك لكل اسم داخلي بعرف احول السترينج لرقم. بس بعد ما اجيب الرقم ده اعمل ريندر بعد الهيدز اللي موجوده في الاشياء اللي قدام. احنا كده خلصنا ماشي. عايزين نخش في سؤال الفرشيت تاني اللي هو بتاع الاسم ايه؟ ايه؟ خدوا بريك ماشي خدوا بريك. خمس دقايق مثلا 10 دقايق. الثانية هي خلصانة، الثانية لا لا عشان ما يجرحش قوي مش فارق معايا. ثلث ساعة. بس أنا مش هحل حاجات كتير بس هشغل لو حاجة لا بتلاقي كتير ولا لا.